السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار. طبعا بعد حدوث مشاكل في القناه الاولى جياسكا اخبار تي في قلنا لكم الاخبار في هذه القناه اللي نتمنوا ان شاء الله كل الدعم حتى باذن الله تحل المشاكل وتكون العوده بقوه في كلتا القناتين. مبروك على شبيبه القبائل الفوز ومبروك علينا احنا كجمهور شبيبه القبائل. والله صراحه لا ادري كيف اعبر عن هذه الفرحه، لانه الحمد لله يا ربي شبيبة القبائل أثبتت المهارة تاعها سواء في النتيجة سواء في الأداء سواء صراحة. الشيء اللي كان يخصنا فقط هو أنه يكون عندنا مدرب كبوزيدي، يعني اللي صراحة مد إضافة مد لمسة كبيرة لشبيبة القبائل. عرف كيفاش يستغل لاعبين شبيبة القبائل، عرف كيفاش يوظفهم كل واحد، يعني يحطوا في المنصب تاعو اللي يقدر يستاهلو. والله نتمنوا له كل التوفيق صراحة، وهذا التحية لبوزيدي ولأنصار شبيبة القبائل كذلك، وكذلك اللاعبين اللي فرحونا والناس اللي قاعدين يهضروا كل شيء. ترتيب الجولة 23 للقسم المحترف الأول، شبيبة القبائل راهي تبتعد عن منطقة الخطر مؤقتا فقط، لا تزال 7 مباريات يعني تساوي 21 نقطة. شبيبة القبائل تبتعد عن المرتبة الثالثة ب9 نقاط فقط، يعني بفارق 9 نقاط على لامسية. عندنا لامسية في المركز الثالث ب36 نقطة، شبيبة القبائل في المركز 13 ب27 نقطة، يعني الفرق 9 نقاط فقط على المرتبة الثالثة. حسابيا شبيبة القبائل تبقى تصارع على تفادي السقوط، بين قوسين لن تسقط إن شاء الله. كذلك اللعب على المرتبة الثالثة لا زال ممكنا بإذن الله، وإن شاء الله يا ربي نرجع لما لا، علاش ما نلعبوش على المرتبة الثالثة إن شاء الله ونتفادى السقوط كذلك وتكون العودة بقوة. لايك الفيديو وخليونا الآراء في التعليقات.